السلام الله عليكم، سعيدة بلقائكم مرة أخرى في فيديو جديد. من خلال فيديو اليوم سنتطرق للنص الوظيفي الثالث المندرج في الأسبوع الثالث من الوحدة الأولى، مجال الحضارة المغربية، المرجع المفيد في اللغة العربية المستوى الرابع. إذا نبدأ على بركة الله. ألاحظ أتوقع ألاحظ المشهد وأعبر عما يقوم به الصانع. إذا في المشهد نلاحظ في المشهد صانعا تقليديا يقوم كما نلاحظ بصناعة أواني الفخار والخزف يدويا. إذا ألاحظ في المشهد صانعا تقليديا يقوم بصنع أواني الفخار والخزف يدويا. أكمل العنوان بكلمة مناسبة وأتوقع موضوع النص. إذا العنوان فن الخزف والفخار ببلادنا، أو فن الخزف والفخار تراثنا. إذا فن الخزف والفخار ببلادنا وفن الخزف والفخار تراثنا. إذا أتوقع أن يتحدث النص عن فن الخزف والفخار ومهارات الصناع التقليديين في صنع أواني الأواني واعتبار صناعة الخزف والفخار جزءا من الحضارة المغربية. إذا أتوقع أن يتحدث النص عن فن الخزف والفخار ومهارات الصناع التقليديين في صنع الأواني واعتبار صناعة الخزف والفخار جزءا من الحضارة المغربية. إذا نقرأ النص. فن الخزف والفخار، تشهد ذاكرة المغرب على تنوع فنونه وحرفه، ويشكل الخزف وجها من أوجه هذا التنوع. ومن يجب مدن المغرب يدرك بجلاء الشهرة التي نالتها مصنوعات الخزف والفخار وإقبال المغاربة على استعمالها لتقديم ألذ الأطباق وأشهى الوجبات. كثير منا يعرف أن قواعد هذا الفن انتقلت من الأجداد إلى الأحفاد، ولكن قلة منا يعرف أن مدينة آسفي نالت النصيب الأوفر من نشاط الصناع المبدعين الذين استقروا فيها فأقاموا الورشات والمعامل. لقد صمد فن الخزف بفضل جودة الطين ووفرته بها وبساطة أدواته وجمال ألوانه وشغف أهل آسفي بالمصنوعات الخزفية المتميزة. يرجع تطور الخزفيات والفخاريات إلى التنافس الشديد بين الحرفيين ورغبتهم في إتقان الأعمال والتفنن في زخرفتها، وهو ما تبرزه أسواق الفخار والخزف وتحكي عنه إبداعات أنامل الصانع التقليدي المغربي. وأنت تزور تل الفخارين بمدينة آسفي تجده يعج بالحياة، وتعرف سبب اختياره مركزا لصناعة الخزف، وتعرضه الدائم لأشعة الشمس يساعد الصناع والحرفيين على تجفيف مصنوعاتهم الخزفية. فمنه يعبر الخزف السهول والجبال والصحاري ويجذب الذواقين على اختلاف أجناسهم. وبالرغم من المنافسة التي يعرفها قطاع الخزف من المصنوعات العصرية بسبب وفرتها وانخفاض ثمنها، فإن مصنوعاته الفنية التي حققت شهرة عالمية لا زالت قادرة على إمتاع عيون الناظرين وشد إعجاب الزائرين وجعل مدينة آسفي قبلة للزوار والسائحين. إذا أغني معجمي أصل بخط بين المشهد واسم المصنوعات. إذا المصنوعات الجلدية، إذا صورة المصنوعات الجلدية هي الصورة الثانية. المصنوعات الخزفية، أيضا هذه الصورة صورة للمصنوعات الجلدية. المصنوعات النسيجية، هذه هي صورة المصنوعات النسيجية. يحدد معاني الكلمات المقترحة انطلاقا من سياقها في النص. إذا يتجول
جلاء وضوح، قبلة وجهة، إمتاع إعجاب، إذن يجوب يتجول. جلاء وضوح، قبلة وجهة، إمتاع إعجاب. إذن أكمل شبكة مفردات كلمة تقليدية. إذن تقليدية، كل كلمات لها علاقة بكلمة تقليدية. ضربية، حرفة، صناعة، نقش، فخار، تطريز. إذن تقليدية، صناعة، حرفة، نقش، فخار، ضربية، تطريز. أفهم؟ أضع علامة في أمام كل اختيار صحيح. يتحدث النص عن الصناعات الفخارية، عن الصناعات الحديدية، عن الصناعات الخشبية أو الخزفية. إذن النص يتحدث عن الصناعات الفخارية والخزفية. أذكر من النص ما يدل على نجاح فن الخزف والفخار بمدينة آسفي. إذن ما يدل على نجاح فن الخزف والفخار بمدينة آسفي واستقرار الصناع المبدعين بها وإقامتهم للورشات والمعامل، وكذلك صمود هذا الفن بفضل جودة الطين ووفرته وبساطة أدواته وجمال ألوانه. إذن ما يدل على نجاح فن الخزف والفخار بمدينة آسفي هو استقرار الصناع المبدعين بها وإقامتهم للورشات والمعامل، وكذلك صمود هذا الفن بفضل جودة الطين ووفرته وبساطة أدواته وجمال ألوانه. السؤال السادس، أبين المكان الذي تتجمع فيه ورشات ومعامل الخزف والفخار وأذكر سبب اختيار هذا المكان. إذن المكان الذي تتجمع فيه ورشات ومعامل الخزف الفخار هو تل الفخارين. إذن وسبب اختيار هذا المكان بسبب تعرضه الدائم للشمس، أشعة الشمس، وأنه يساعد الصناع والحرفيين على تجفيف مصنوعاتهم الخزفية. إذن المكان الذي تتجمع فيه ورشات ومعامل الخزف والفخار هو تل الفخارين بمدينة آسفي، والسبب في اختيار هذا المكان هو تعرضه الدائم لأشعة الشمس مما يساعد على تجفيف المصنوعات الخزفية. إذن المكان الذي تتجمع فيه ورشات ومعامل الخزف والفخار هو تل الفخارين بمدينة آسفي، والسبب في اختيار هذا المكان وتعرضه الدائم لأشعة الشمس مما يساعد على تجفيف المصنوعات الخزفية. إذن أحلل، أتعاون مع صديقي وصديقتي لاستخراج عوامل تطور صناعة الخزف والفخار في آسفي. إذن عوامل تطور الخزف في آسفي هي التنافس الدائم بين الحرفيين على تقديم الأفضل والجديد ورغبتهم في إتقان الأعمال والتفنن في زخرفتها. إذن عوامل تطور الخزف في آسفي هي التنافس الدائم بين الحرفيين على تقديم الأفضل والجديد ورغبتهم في إتقان الأعمال والتفنن في زخرفتها. السؤال الثامن، أتعاون مع مجموعتي لنحدد الفكرة الأساسية لفقرة من فقرات النص. إذن سأختار الفقرة الرابعة. إذن الفكرة الأساسية للفقرة الرابعة سبب اختيار تل الفخارين مركزا لصناعة الخزف. سبب اختيار تل الفخارين مركزا لصناعة الخزف. السؤال التاسع، أحدد في النص ما يبين أن صناعة الخزف فن. إذن ما يدل على أن صناعة الخزف فن؟ جمال ألوانه، التفنن في زخرفتها، سر هذا الإبداع، مصنوعاته الفنية حققت شهرة عالمية. إذن ما يدل على أن صناعة الخزف فن؟ جمال ألوانه، التفنن في زخرفتها، سر هذا الإبداع، مصنوعاته الفنية حققت شهرة
عالمية. أقترح عنوان آخر للنص، إذا قبل ذلك استعين بالأفكار الأساسية لتلخيص النص. استعين بالأفكار الأساسية لتلخيص النص. يتحدث النص عن فن الخزف والفخار ببلادنا، كما يسلط الضوء على تل الفخارين الكائن بمدينة آسفي التي اشتهرت على الصعيد الوطني والعالمي بهذا الفن، ويذكر كذلك بعوامل وأسباب ازدهار وتطور هذا الفن بهذه المدينة. يتحدث النص عن فن الخزف والفخار ببلادنا، كما يسلط الضوء على تل الفخارين الكائن بمدينة آسفي التي اشتهرت على الصعيد الوطني والعالمي بهذا الفن، ويذكر كذلك بعوامل وأسباب ازدهار وتطور هذا الفن بهذه المدينة. السؤال 11، اقترح عنوانا لهذا آخر لهذا النص. إذا عنوان للنص من فنون بلادي الجميلة أو حرف وفنون. إذا كعنوان من فنون بلادي الجميلة أو حرف وفنون. أنجز في المنزل بحثا عن صناعة تقليدية في منطقتي باستثمار جدول التالي. إذا اسم الصناعة التقليدية، مثلا سنختار نسج الزرابي. اسم بعض منتجاتها، إذا الزربية، الفاسية، الزربية الأطلسية، الزربية الأطلسية، الزربية المراكشية، والزربية الرباطية. أسماء بعض موادها وأدواتها. إذا المادة الخام وهي الصوف، القرداش، مواد طبيعية كالزعفران، القرفة لتلوين الصوف، السدوة، والمنسج. إلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم. أضرب لكم موعدا في فيديو قادم. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. مع السلامة.